الشركات او الاداره المحليه هو كل حاجه طبعا طبعا لا اقل من شان اي حد، لكن هو يشمل كل حد، كل واحد له دور كبير جدا، وكل هذه الادوار في الاخر بتتم في مكان على محافظه. تمام. والناس لما بتروح المواطنين اللي لهم كل الحق وكل الاحترام وكل التقدير، اي واحد عنده اي خدمه او عنده اي مشكله بيروح يقول انا ساكن في مثلا مصر الجديده، انا ساكن في شبرا، انا ساكن في دمنهور، بيروح يقول مجلس مدينه او الحي اروح اشتكي عندي المايه مقطوعه، عندي الطريق مش عارف ايه المشكله، بيقول على طول على اداره المنطقه او الحي اللي هو ساكن فيه. تمام. في كثير من الاحيان الحل المشكله دي ما بتبقاش تبع الحي. تمام. يعني مثلا جينا قلنا ايه الميه، الميه دي تبع شركات شركات والشركه القابضه للميه والصرف الصحي اللي تبع الوزاره ثانيه اصلا، وزاره الاسكان. تمام. الكهرباء تبع وزاره الكهرباء. احنا في المحليات 13 خدمه هم دول اللي تبع المحليات، بس ما يقدرش وما ينفعش ان يجي واحد يقول الميه مقطوعه والميه فيها مشكله مش عارف عارف ايه بتاع، اقول له ايه لا والله يا سيد دي مش تبعنا. لا ما ينفعش، انا موظف عام مكاني في هذا الحي او في المكان ده، شغلتي اني احل جميع مشاكل الناس اللي ساكنه في هذا الحي. تمام. احلها او اساعد في حلها او اخفف من اثر المشكله اذا كانت صعبه الحل او هتاخد مدى طويل. وبالتالي اي واحد بيتعامل او بيجيله مشكله بيلجا او يقول الحي على طول، وبالتالي احنا بنشيل جزء كبير جدا من المشاكل اللي بعضها ليس بسبب الاحياء.